اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. في الفاصل الاولاني في فقره المطبخ عملنا شويه كشري يستاهلوا بقكم. عسل عسل عسل، سهل وسريع جدا جدا وشهي ويفتح النفس جدا جدا. لكن الكشري عباره عن كميه نشويات فوق بعضها، وكمان محمرين عيش وحاطينه معاه عشان نكمل النشويات. فاحنا دلوقتي وصلنا للفقره الطبيه، وفقرتنا النهارده فيها حبيبه قلبي القمر اللي تعتبر هي بقى الحلويات اللي بتتقدم بعد الكشري، يسرى العسل. ازيك يا يسرى؟ ايدك يا قمر والله. إيه؟ كشري ومكرونات ورز. ويا لهوي. طب هي يعني لا تفتكر لا. ان احنا بيهمنا يعني؟ لا ما بيهمناش، بس بصي كلنا بنحب الكشري اكيد، واي حد عارفه بره اللي هو اقرب مكان هو محل كشري. أوه. بس انت تعمليه في البيت بيبقى احسن كتير، اكيد طبعا ليه طعم كده مختلف. عايزك يا يسرى بقى تعمليه في البيت، اعمله بالطريقه دي اللي هي كله في حله واحده. اه سهل، عارفه انت كتير قوي تقعدي عامله حله للمكرونه وحله للرز تتهي اصلا. اه النهارده كله في حله واحده وبيستوي كله مع بعض وبيبقى مفلفل كده وفي منتهى الجمال. فاللي انت عاملاه حبيبه قلبي ربنا يخليك. تسلم ايدك حبيبتي. قولي لي بقى النهارده لو حد عايز يخس وقدامه طبق كشري زي ده ونفسه رايحه له، بصي عارفه هو انا شخصيا لو احنا عاملين كشري في البيت انا مش باكله مره واحده، عارفه اللي هو كل شويه داخلين نجيب طبق وخارجين. لا بجد والله عادي عادي. لا عادي مفيش مشكله. النهارده جايبه لك اقوى عرض. اقوى عرض يعني ايه اقوى عرض؟ يعني انا كميه محدوده جدا، الكورس قوي جدا، امن وسريع ومصرح، ودول اكتر اربع حاجات احنا بنعتمد عليهم في الكورسات بتاعتنا. لا نقولهم راح امن امن وسريع سريع. اقوى كورس حلو. وكمان مصرح. يعني مش اي كورس، احنا اللي بنعمل الكورسات دي بمواد فعاله، يعني عارفه اللي هو كلها اعشاب طبيعيه عامه، بس بكميات معينه بنحطها حسب العميل محتاج ايه. يعني انت لو انت مشكلتك في الشهيه فانا معايا كورس بيسد معايا الشهيه 24 ساعه. حلو. معايا نقط بتعليلي معدلات الحرق، بتعالج لي المشكله اصلا. يعني مثلا انا لو واخده كورس شهر واحد مش عاليلي الحرق في شهر واحد وخلاص بعد كده، لا انا بعليلك الحرق وبقضيلك على المشكله اللي هو انا مش عارفه اخس بسبب حرقي الضعيف. فدلوقتي معايا كورس ايه عباره عن ايه وهقول لك الخصم برده. الخصم معايا 75%. 75 يعني اقل من ربع الثمن بالظبط. والناس برده اللي هتتصل هتعرف الفرق ما بين الاسعار الاولانيه والاسعار بتاع النهارده. الكورس عباره عن ايه؟ كبسول نقط اعشاب، معايا هديتين كل مره بنجيلك بهدايا. يعني مثلا ايه حاجه للشعر، حاجه للبشره. لا النهارده معايا اقوى حاجتين في التخسيس، يعني دول اقوى حاجتين عباره عن ايه؟ الكريم الشد، ومعايا كمان الحزام. الحزام ده كان بيطلب بالاسم. صح يعني عارفه اللي هو انا الحزام تقولي لي عليه حبايبي عارفين انا عملت ايه على الحزام ده؟ ده الا الحزام مفيد. رائع بمعنى كلمه رائع جدا جدا. وعارفه انت كمان بعد ما تخلصي الكورس انت ممكن تستخدميه او اي حد معاكي على طول بقى، يعني موجود معاكي على طول في على اي طول. وقت حاجه موجوده معاكي طول العمر. صح. الحزام ده كويس جدا. مش اي حزام من بره بتجيبيه، احنا اللي بنعمل ده الاصلي بالطبقات الحراريه زي ما انا شفته بنفسي. تمام بالظبط. الكورس هقول لك تاني عباره عن ايه؟ كبسول نقط اعشاب، معايا كريم الشد، ومعايا الحزام. لا ومعانا اهم حاجه، اهم حاجتين الخصم. الخصم 75 اقل من ربع الثمن. يعني انا هقول لك لما بتتصلي هقول لك هتاخدي الكورس ازاي. معايا الكورس معايا النهارده شهر، لو انت محتاجه الشهرين برضو عليهم الهديتين الكريم، عشان في ناس ما بتبقاش عارفه انا هستخدم الحاجه دي ازاي. الكبسول بيبقى اول اليوم. اول اليوم باخده على كوبايتين ميه كبسوله قبل الفطار، كمان بتسدلي الشهية طول اليوم. تمام. عارفة أنا بخصبهم، يعني أنا كخبيرة تغذية بخصبهم إن هم يأكلوا خمس وجبات في اليوم. يعني الناس بتبقى فاكرة أنا هخس فخلاص أنا مش هاكل وأحرم نفسي والمدرسة القديمة دي حرمان بقى وعذاب، وماما عاملة كشري أقعد أنا على جنب شم ريحة الكشري ولازم جبنة قريش أو مش عارف بيض مسلوق والقوانين والقواعد. لا عارفة لستة كده كبيرة تقعدي قاعدة جنبها لمدة بقى شهرين ثلاثة تخسي فيهم أصلا 2-3 كيلو. الكورس اللي معايا النهارده شهر بيكفي معايا 30 يوم، في خلال ال 30 يوم دول هخس مش اقل من 20 كيلو. انا معايا كبسول مش اقل من 20 كيلو. الكبسوله الواحده بتعمل لي خمس حاجات. بتعمل لي ايه؟ بتعمل لي سد شهيه، تفتيت دهون، بتعمل لي تكميم لمعدتي خالص. بدل ان انا اروح اعمل عمليه عمليه واعرض لنفسي عمليه بالزبط. ومشرط والكلام ده كله، لا
كبسولة هتعمل تكميم آمن، آمن جدا، وهنعرفه بعد شوية بالتفصيل. وإيه تاني؟ احنا كده قلنا ثلاث حاجات، سد شهية، تكميم، بتعمل لي تثبيت، دي المرحلة الأخيرة اللي هقولك عليها. بتنحت لي الجسم، يعني انا باخد الكبسوله مش هخس من مكان ومكان، لا لا، بتنحت الجسم طبعا مع الكريم والحزام. فانت هتلاقي بعد الشهر بقيتي عامله كده، فرقت جدا. وكمان منطقه البطن اللي نعتبر كلنا بنشتكي منها، حتى الناس اللي بتخس تبص لي تقول لك انا جسمي خس بس البطن مضايقاني. النهارده الكريم والحزام مع بعض هيقضوا لك على مشكله البطن تماما اثناء ما جسمك كله بيخس. طيب ايه رايك ناخد ام احمد؟ يا ام احمد اهلا وسهلا، ازيك يا ام احمد؟ ام احمد سامعاني؟ طيب يا ريت تكلمينا تاني يا ام احمد، مستنيينك، مستنيينك حبيبه قلبي. يبقى احنا النهارده الو يا ام احمد، ام احمد بتروحي فين؟ يا ام احمد ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكي. ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ ازيك انت يا قمر، عامله ايه؟ الحمد لله، يا رب تكونوا مبسوطين زي ما انا مبسوطه كده. يا حبيبه قلبي مبسوطين عشان سمعنا صوتك يا ام احمد النهارده، والله ربنا يخليكي، ربنا يخليكي. والله العظيم انا مبسوطه جدا من الخطوه اللي انا خدتها والله. اللي هي ايه بقى؟ احكي لنا. انا كنت سايبه نفسي جدا خالص، كان عندي، كنت بعاني من السمنه بقالي اكتر من 5 سنين. تمام. ما كنتش بعرف انزل ولا اخرج ولا البس، كان كل وقت للتاني كده، كنت بنزل اشتري لبس واسع. كنت بعاني من مشكله السمنه دي. دي صورتك يا ام احمد اهي، منوره الدنيا. دي صورتي ما شاء الله يا حبيبتي، ايه الجمال ده يا ام احمد؟ ربنا يخليكي. كنت بحب الاكل جدا. كان بقالي فتره مكتئبه، وبصي كنت ما كنتش عارفه، كنت متضايقه خالص، وكان وزني ده كان تعبني جدا حبيبتي. بس الحمد لله، الحمد لله طلبت كورس من الشركه الحمد لله، وخسيت عليه دلوقتي، خسيت عليه 40 كيلو ما شاء وزني الله. دلوقتي الحمد لله بقى 80. انا مبسوطه جدا جدا، وبشكر الشركه جدا 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 حبيبتي على تعبهم معايا والله بجد. طيب بقول لك يا ام احمد، انا شايفه صورتك ما شاء الله، اللي يشوف قبل وبعد يقول ان هي صغرت في السن. ملامح وشك صغرت برضو كده؟ لا خالص، زي ما انا والله، زي لا ما انا. لا صغرت يعني بانت، يعني ظهرت. بانت، احلويت، احلويت. يعني انت اللي بينطبق عليكي خسيتي واحلويتي يا ام احمد. احلويت. حبيبه قلبي، طيب قولي لي بقى، الناس اللي لسه بتفكر ومتردده تقولي لهم ايه؟ زي ما انت خدتي الخطوه كده. خدوا الكورس والله، نتيجته فعاله جدا وجميل جدا، وكمان ما بيخافوش من اي اكل، بالعكس. تمام. الخبراء كويسين جدا، بيخليكوا تاكلوا كل حاجه كويسه. دي المتابعه بقى، يا المتابعه كانوا ماشيين معاكي خطوه بخطوه. ممتازه جدا، بتمشي معانا خطوه بخطوه، كل اسبوع في حد بيتابعنا. تمام، حلو قوي، يعني الصراحه متابعه كويسه جدا، وانا كمان هكمل بقيه الكورس، يعني هطلب كورس النهارده بتاع الحزام. عايزه تكملي تاني يا ام احمد؟ عايزه تنزلي تاني؟ ابو دولك عشان خاطر الحزام. عشان خاطر الحزام. برافو عليك ان انت عارفه اهميته بجد، عارفه اهميته وعارفه قيمته وعارفه سعره بره لوحده غالي قد ايه. برافو عليكي يا ام احمد، جدعه والله بجد. ربنا يخليكي، فرحانه بيكي جدا كلها. ربنا يخليكي حبيبتي، نورتينا يا ام احمد، نورتينا. ربنا يخليكي حبيبتي، ربنا يخليكي. يبقى النهارده استاذه يسرى خبيره التغذيه جايبه لنا العرض بتاعنا النهارده، عليه هدايا حلوه قوي يا جماعه، بجد لازم كلنا نلحقها زي ام احمد كده. النهارده عندنا الكورس بتاعنا، الكورس الفردي، كبسولات ونقط واعشاب، عليه خصم 75%، يعني انا هدفع ربع ثمن الكورس. معنى كده ان انا اقدر اسميه يسرى كورس اقتصادي جدا، لا يرهق الميزانية ولا يرهق الجيب اطلاقا. طيب ده مش بس كده، ده كمان عليه هديتين اقيم من بعض. عندنا الكريم، كريم شد ترهلات وبيعيد بناء البشرة من اول وجديد، بيخفي لي اي خطوط او علامات تمدد موجودة على البشرة. كمان مادة الكولاجين الاساسية اللي موجودة في الكريم بتخلي لك كده الجلد رطب، بتعوضه عن المية اللي فقدها على مدار السنين دي كلها. فانا لما ادهن الكريم على البطن، وكمان بيبقى عامل اساسي في اذابه الدهون خارجيا، فانا لما ادهن الكريم من بره والبس عليه الحزام الحراري الطبقات الاصلي اللي بره بيتباع بمبلغ وقدره، احط الحزام كمان على الكريم، بعد شويه بحس بحراره، بيولد حراره وفي نفس الوقت بيفتح لي مسام الجلد عشان الكريم يمتص كله. يبقى انا كده دلوقتي بحارب الدهون من بره عن طريق الكريم وعن طريق الحراره اللي الحزام بيولدها لي، وبحارب كمان الدهون من جوه عن طريق الكبسوله اللي موجوده في الكورس. 30 يوم يا جماعه، ما بدفعش في كل ده غير ربع ثمن الكورس بس. طب والكريم والحزام؟
لا دول هدية على القرص، يعني الحزام جاي لك مجانا، الكريم كمان جاي لك مجانا. طب مش بس كده، ده الشحن كمان مجانا. طب مش بس كده، دي المتابعة كمان مجانية من فريق طبي على أعلى مستوى. الأرقام قدامكم على الشاشة، اتصلوا من دلوقتي عشان تلحقوا عرض النهارده، لان لما بيكون معانا هدايا قيمه بتبقى الكميه محدوده. خلاص احنا تعودنا من قبل ما يفرق. ما تقوليش انا عارفه، لما يكون معانا الكريم، لان طبعا الكريم بره غالي جدا، ولما يكون معانا الحزام، ان برده الحزام بره غالي جدا، لما يكونوا موجودين معانا هدايا هتبقى الكميه محدوده. فيلا على طول نتصل من دلوقتي، كرسي خفيف كده ظريف، خفيف على الجيب، خفيف على الميزانيه، خفيف شهر واحد مع الكريم والحزام. انا بخس وبقضي على مشكله البطن في خلال شهر، زي ما ام احمد قالت كده، رجعت صغيره من اول وجديد. انا مش عارفه الناس مستنيه ايه، الناس تاخد الخطوه. عندكم ست ارقام، عندكم الصفحه والصفحه دلوقتي ننزلها كمان يا استاذ طلعت. كمان في ناس بتستفسر بتسال، او كمان هي كمان الصفحه فيها يعني نصايح، يعني انت كده كده هتستفيدي. الصفحه اهي يا جماعه، ايجيبت فارما، دي الصفحه بتاعتنا على الفيسبوك. تقدروا تطلبوا عرض النهارده عن طريقها او ارقام التليفونات. دايما بنفضل ارقام التليفونات، ان في صفحات فيك كتير بتبقى على الفيسبوك. لا هي اسهل، عارفه لما تكلمي حد على طول. اهم حاجه بسال عنها السن، الوزن، الطول، حالتي الصحيه عامله ايه، باخد ادويه الحاجه، بس يعني عملت دايت قبل كده ولا لا، لاني هيبقى عندي ثبات وزن. يعني انا لو عملت دايت قبل كده هتلاقي ان انا مش عارفه اخس بعد كده، حصل لي ثبات وزن. الكبسوله خلاص بتمنع ثبات الوزن، بتفك لي ثبات الوزن، بتنحت جسمي، بتسد معايا الشهية 24 ساعة. دي الكبسولة بالظبط، الكبسولة لوحدها بتعمل 5 حاجات. احنا لسه ما دخلناش على النقط. النقط دي بتعلي لي معدل الحرق 4 أضعاف. انا بعالج لك المشكله، يعني انت مش هتاخدي كورس تخسي عليه شهر وبعد كده لا، ممكن ترجعي تاني. السؤال ده بيجي لنا كتير. طيب تعالي ناخد يارا وبعدين نتكلم في النقطه دي. يا يارا اهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا يارا؟ اسمك رقيق قوي. يا حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله. مش سامعاني، بقول لك اسمك رقيق قوي، ما سمعتنيش. تسلمي. حبيبه قلبي. شكرا لذوقك. حبيبتي ربنا يخليكي، اهلا بيكي يا يارا. انا كنت عايز اسال استاذه يسرى، ان انا وزني 125. تمام. وسني 24 سنه. تمام. في بتعاني من اي مشاكل؟ طيب يسرى بتسالك. نعم. بتعاني من اي مشاكل؟ يعني بتاخدي ادويه لاي مرض؟ لا انا ما اخدتش اي حاجه، بس هو حصلت معايا مشكله، بس يعني اتفسخت خطوبتي بسبب برضو موضوع التخنه كده، ان انا نفسيتي تعبت اساسا. ومش عارفه انزل نفسي خالص، يعني حاولت ان انا اعمل دايت مع نفسي، بس مش عارفه ان انا اكمل على نظام، وما فيش اصلا نزول خالص، وتراكم الدهون عندي في البطن وفي الدراعات يعني تحت. طيب بصي يا يارا، دلوقتي استاذه يسرى هتجاوبك. يعني انت مشكلتك الوحيده السمنه، لكن الحمد لله ما بنتعالجش من حاجه وما بناخدش ادويه لحاجه، صح كده؟ لا خالص، بس انا متضايقه يعني من التخنه دي، انا مش عارفه انزل نفسي، ونفسيتي تعبانه جدا. لا مفيش الكلام ده. بقول لك ايه، اطلبي عرض النهارده، التليفونات قدامك اهي، وزي ما خدتي الخطوه واتصلتي علينا، خدي الخطوه واتصلي على الفريق الطبي واطلبي عرض النهارده، عمرك ما هتتضايقي ابدا يا حبيبتي، ان شاء الله باذن الله ربنا معاكي. وزي ما دايما بنقول، ربنا بيجعلنا اسباب لبعض. الكورسات بتاعتنا يا جماعه امنه جدا جدا، لان كل مكوناتها اعشاب والياف طبيعيه 100%. دي حاجه. الحاجه الثانيه زي ما يسرى قالت، قويه جدا جدا، لان انا بشوف النتيجه من اول اسبوع، يعني من اول مع الحزام انا هشوف النتيجه من اول 3 ايام. هلاقي لا في منطقه البطن، لان هو بيتحط بعد الكريم على منطقه البطن، بتلاقي لا في اختلاف. انا لو انا بقالي سنين مش عارفه انزل بطن وبخس بس من وشي، لا الكورس ملوش اي علاقه خالص ببشرتي، مفيش اي تساقط، بالعكس هو بيعالج لي المشاكل اللي حصلت لي بسبب يا اما السمنه، يا اما عملت دايت غلط، لان في ناس كتير قوي بتمشي على دايت غلط. صح. يعني انا شفتك عملتي دايت فخسيتي عليه، اروح انا كمان هعمل زيه. انت جسمك غير جسمي. صح. كلنا مش زي بعض. انا لما بتكلميني بقول لك بسالك على 4 اسئله مهمين جدا عشان اعرف اديكي الكورس اللي هيناسب اللي هم ايه يا يسرى. اعرفهم. الكورس اللي معانا النهارده هيبقى كبسول، نقط، اعشاب، معايا الكريم، معايا الحزام. الحاجات دي كلها بستفيد بيها في خلال 30 يوم، مش بنزل اقل من 20 كيلو. يعني الرقم ده
عارفه اللي هو بيتبسطوا قوي لما بينزلوا. انا بتبسط لما بلاقي مكالمه، لا انا خسيت، لا انا صحتي بقت احسن. لاني انا بالنسبه لي صحتي اهم من شكلي. هو اول شكل مهم، في ناس بيحصل لها مشاكل مش عارفه، في التليفون بيجي لنا كميه مشاكل بسبب السمنه في حد، يعني مثلا اتنين سابوا بعض عشان انا مش عارفه اخس، حصل مشاكل في البيت في العيله لازم تخسي. طب انا دلوقتي صح. عملت عمليات ومش عارفه انزل في الوزن، مش عارفه ابطل اكل، فعارفه لو مش عارفه ابطل اكل فما ينفعش اقول لها اعملي دايت. يعني ما ينفعش اقول لها بطلي تاكلي ازاي، انا اصلا جايه لك بمشكله. صح، فانت كده بتعقديلي اكتر. بدل ما تحليها بتعقديلي اكتر. لا، هو الحل البسيط جدا جدا النهارده في الكورس الفردي الاقتصادي جدا، كورسي كورس امن، امن مليون في الميه. انا باخد كلها اعشاب طبيعيه، حاجات مش موجوده بره. يعني انت لو رحتي سالتي على الكورس ده هتلاقي اصلا مش صحي ومش امن. ده الكبسولات بثمن لوحده جدا، عارفه اعلى من اعلى من ثمن الكورس النهارده. انا عامله لك اقل من ربع الثمن. كورس شهر معايا كريم وحزام، دول حاجتين مش هتلاقيهم بعد كده. يعني انا انت تتصلي تاخدي الكورس عليه كريم عليه الحزام، هيفضل معاكي على طول. لو انت حتى عايزه تديه لحد مفيش مشكله، لان هو امن جدا. لو انا مشكلتي في البطن او الارداف زي ما هي ما اتصلت وكلمتنا، انا مشكلتي محدش بيعاني من سمنه كليه غير ومعايا سمنه موضعيه، لازم فكل الكورس ده بيقضي لي على اي مشكله في الوزن بتاعي. فالنهارده خصم جميل، توصيل من غير اي حاجه خالص. قبل ما نختم نقول العرض تاني يا جماعه، عشان تبتدوا بقى على طول تتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه. عرضنا النهارده العرض يا جماعه كورس اقتصادي جدا، لانه عليه خصم 75%، يعني هندفع ربع الثمن. كبسولات ونقط واعشاب بيغطوا لي شهر كامل 30 يوم. طيب ده كده هيخسس لي الجسم كله، هيمسك الدهون اللي متخزنه بقى لها سنين، الكبسوله هتروح هوب دهون العنيده، احنا بنسميها العنيده. طيب لو انا عندي مشكله بطن، ارداف، دراعات، عندنا الكريم اللي بيقوم بالمهمة دي، وكمان عندنا قنبلة الهدايا، اسمحي لي اسميه قنبلة الهدايا، الحزام الحراري الاصلي بالطبقات الحرارية بتاعته، ده جاي لي هدية مجانية. وكمان النهاردة بس، يعني النهاردة الخصم بس. ده النهاردة بس. كلهم يتصلوا ويلحقوا، انت خدي الخطوة بالظبط. يبقى الكريم والحزام هدايا مجانية على الكورس اللي أصلا عليه خصم. مش بس كده، الشحن مجانا من غير ولا جنيه شحن. برضو مش بس كده، دكاترة على أعلى مستوى من الكفاءة بيردوا عليكم، وطول الشهر ده يفضلوا يتابعوا معاكم لغاية ما تخلصوا مدة الكورس وتخسوا بأمان، ومفيش حرمان خالص، وبتحلووا وبتبقي زي القمر بعد ما بتخسي. أشكرك يا يسرى، نورتيني يا حبيبه قلبي، شرفتيني. تسلم ايدك اصلا، ربنا يخليك. احنا بعد الحلقه بقى لا مفيش معانا الكلام ده، هنعيش بقى مع الكشري باذن الله يا حبيبتي ان شاء الله. اشكرك يا اسرى، نورتيني يا حبيبه قلبي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، ان شاء الله اشوفكم على خير الاسبوع الجاي ان شاء الله الساعه 1 الظهر في حلقات احلى واحلى من برنامجنا كل يوم اكله على قناه تاني. سلام عليكم.